يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول بعض الناس إذا أراد أن يؤكد شيئا قال بالحرام لم أفعل كذا، فما مقصوده بذلك؟ وهل يعد من الحلف بغير الله؟ لا يجوز أن يقول هذا، وقوله بالحرام يمكن يصير ظهار، يمكن يصير طلاق، مش قصده بالحرام، ربما يكون ظهار، ربما يكون طلاقا، فلا يجوز هذا كله. نعم.